في قصة كده حصل عليها بعض التساؤلات وبعض اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي بعد القرارات المهمة اللي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، وتحديدا أعلنها وزير التربية والتعليم الجديد في المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بدمج بعض المواد وتغيير بعض الأمور الهيكلية في نظام الثانوية العامة، وجعل بعض المواد اختيارية وليست إجبارية، أو دخول في المجموعة وخروج برا المجموعة. شيء من الأشياء اللي عمل حالة قلق عند كتير من المعلمين والمدرسين، خصوصا فيما يتعلق بالمواد اللي طالها التغيير، انه اتقال خلال الكام يوم اللي فاتوا انه المدرسين خايفين انه يتم الاستغناء عنهم، او بعض المدرسين بعد هذه التغييرات يمكن الوزارة انها لا تهتم باستمرارهم في الكادر الاداري لوزارة التربية والتعليم. عشان كده احنا جايين ناخد المعلومة الموثوقة من مصدرها. رحبوا معايا بالاستاذ شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم. استاذ شادي، مساء الورد. مساء النور يا استاذ سامر، تحياتي ليك استاذ مشاهدينا. تحياتي ليك ولكل الزملاء في وزاره التربيه والتعليم. اي تغيير واي اعلان عن قرارات وسياسات جديده يا استاذ شادي لازم يصاحب بحاله قلق وحاله فضول وحاله كمان يعني خوف من بعض المتاثرين بهذه القرارات. اولا، هل هناك نيه او فكره او 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 فيما يتعلق بوضعيه المعلمين اللي الخاصين بهذه المواد؟ اولا يا استاذ تامر، مفيش اي حاجه متعلقه بالاستغناء عن المعلمين، مفيش الكلام ده تماما. تمام. مفيش استغناء عن اي معلم ماده في اي مكان ولا في اي مدرسه. ويمكن خليني اكد لك ان الرؤيه اللي بنى عليها المعالي الوزير محمد عبد اللطيف خطواته خلال الفتره اللي فاتت كانت من خلال جلساته مع المعلمين نفسهم، مع مديرين الادارات، مع مديرين المدارس. يعني هو تم الاعلان عن الاليات في المؤتمر الصحفي المشترك مع السيد رئيس مجلس الوزراء عن موضوع الكثافات الطلابيه وسد العجز في المعلمين واعاده هيكله التعليم الثانوي او المرحله الثانويه. بناء على جولات تمت في المحافظات، يمكن اكثر من 13 محافظه تم فيها جولات واجتماعات مع معلمين ومديرين ادارات ومدرسين بالمدارس حتى اللي قام بزيارتها عشان يتفقدها ويقعد مع المدرسين جواها، كان حريص ان هو يعمل معاهم اجتماعات جوا المدارس عشان يسمع منهم على ارض الواقع. مفهوم. ايه هي المشاكل والتحديات اللي بتقابلها. ويمكن يا استاذ شادي بعض المخاوف ثارت من عند الساده المعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي لما حد يعني للاسف نشر التفكير ده، قال لك اذا كانت الوزاره طلعت بعض المواد بره المجموع ولغت بعض المواد الاخرى من انها تدرس في الادب او كأنها بتقول للمدرسين بتوعها ان مش هيبقى لكم دور معانا. لا لا يا استاذ تامر، كل معلم له نصاب قانوني جوه المدرسه بعدد حصص. تمام. وهو هيقوم بتنفيذها على اكمل وجه، ويمكن ممتاز. بالعكس الوزاره حريصه كمان على ان هو يقوم بتنفيذها. وخليني بس اوضح لك نقطه، يعني احنا بنتكلم مثلا على الصف الاول الثانوي. ايوه. اصبح في ماده اسمها ماده العلوم المتكامله. الماده دي بتضم دروس ومعارف بيدخل جواها الاحياء والفيزياء والكيمياء. مظبوط. تمام. احنا يمكن النهارده طلعنا رد توضيحي على السؤال ده لان هو كان الاكثر تداول على السوشيال ميديا، كان الاكثر تداول ما بين حتى المعلمين وما بين اولياء الامور والطلاب. ووضحنا فيه ان اي مدرس كيمياء او فيزياء او احياء هيقوم بتدريس الماده، يقدر يقوم بتدريس الماده. تمام. ولكن يتم اختياره بناء على موجه المادة، هو اللي هيحدد أي مدرس يقوم بتدريسها. ولكن مثلا خليني أقول لك إن إحنا في الصف الثاني الثانوي ما هي الكيمياء موجودة. والفيزياء موجود. صح. في الصعبة العلمية يعني ما فيش هو يعني بشكل واضح كده ما فيش تخصص أو مادة هيتم الغائها بشكل نهائي، فبالتالي المدرس بتاعها مش هيلاقي الحصة بتاعته بالضبط. أو المادة بتاعته بالضبط. لا ده مش حاصل. اضف الى ذلك النقطة الاساسية بس قبل الفاصل، انه اللي انا سمعته من الوزير محمد عبد اللطيف في المؤتمر الصحفي انه جزء كبير من خطة تطوير وهيكلة اعادة هيكلة المنظومة قائمة على المعلم نفسه باعتباره الركيزة الاساسية. طبعا هو اولوية قصوى المعلم. ويمكن لو حضرتك كنت متابع خلال اليومين اللي فاتوا كان في قرار صدر من مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي بتحديد قيمه الحصه الزياده او الزائده عن النصاب القانوني للمعلم بقيمه 50 جنيه، وايضا معلم الحصه تم زياده قيمه الحصه من 20 رفعها من 20 ل 50 جنيه.
حتى كمان لائحة الانضباط المدرسي كمان هي معالي الوزير محمد عبد اللطيف بيستهدف ان هي تكون جايه في صف المعلم وتعيد له هيبته ممتاز. وتؤكد على انضباط العمليه التعليميه جوه المدرسه. ممتاز. حتى كمان موضوع ضبط الكثافات الطلابيه جوه الفصول هو الهدف منها الطرفين المعلم صح. والطالب، هو مليون في ان هو المية. يقدر يحصل بشكل جيد والمعلم يقوم بدوره بشكل جيد. وهو ده اللي كل احنا القرارات عاوزينه. كل القرارات في الحقيقه هي بتصب في النهايه في صالح المعلم بشكل اساسي وكاولويه قصوى، وايضا كمان الطالب يدخل عام دراسي مختلف بمنظومه تعليميه يعني افضل مما فات من سنوات ماضيه فيها تراكمات وتحديات كبيره، وبالتالي يعني يحصل تغيير جذري في فكره التحصيل، في فكره التفاعل جوه الفصل، في فكره حتى الاداء والتقييم وتطوير المهارات للطلاب واستخدام المعامل حتى جوه المدرسه. كل ده كلام ده مفهوم، يعني كلام مفهوم. كل ده هيتم التركيز عليه وضبطه ومراقبته ومتابعته بشكل كبير جدا من الوزاره طبعا. مع بيت العام انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، وكان هدفنا هنا هو طمانه اخواتنا واشقائنا المدرسين والمعلمين بتوع كل المواد انه لا استغناء عن احد، بس الكل يطور نفسه، الكل يأهل نفسه، عشان كلنا عايزين منظومه تعليميه افضل لخدمه كل الاطراف باذن الله.